ومعنا عبر تطبيق زوم ضيفنا الأستاذ منصور السويدي وهو مبرمج سيارات. يا مساء الخير. حياك الله. يا مساء النور. الله يحييكم. حيا الله أخو ياسين. حيا الله كبير. يا هلا فيك. يا هلا. الله يحفظكم. بداية خلنا ننطلق من آخر نقطة انذكرت في التقرير، فحص المسافة المقطوعة في السيارة ومقارنتها بسنة الصنع، على أي أساس احنا نستند في كشفنا هذا؟ تقريبا ممشى السيارة يعتمد من مدينة لمدينة ومن دولة لدولة على بعد المسافات بينهم، بس في معدلات تقريبية يعني تقريبا بين 20 إلى 30 35 ألف يتراوح ممشى السيارة في السنة. فكل سنة بنزيد مثلا 30 أو 25 أو 20 على حسب المدينة اللي أنت أو الدولة اللي تستخدم فيها السيارة. هذا شيء تقريبي يعني مش رقم ثابت. مش رقم ثابت. طيب أخوي منصور، يعني نعم. تقريبا شو هي المسافة اللي لازم أنا يعني أو لازم أن السيارة تقطعها سنويا، ومتى أنا أقدر أقرر أن هاي السيارة يعني على حسب عدد الكيلومترات مناسبة حتى أن أشتريها؟ يعني ناس ما قلت لك مثلا، خلنا نقول مثلا ناخذ إمارة أبوظبي، من منطقة لمنطقة في مسافات كبيرة، فأكيد السيارة هناك بتمشي كيلومتر أزيد عن الكيلومتر اللي بتمشي مثلا خلنا نقول مثلا في الشارجة أو في دبي. كل مكان قريب من بعض، عرفتي؟ فيعتمد تقريبا من 20 إلى 25 30 ألف معدل ممشى السيارات السنوي تقريبي في العالم، يعني مش ثابت مو بثابت. نعم. اليوم يعني بعض أصحاب السيارات أو أصحاب المعارض دائما يعتمدون أنهم يلعبون أو يتلعبون في العداد في السيارة قبل ما يبيعونها. كيف نقدر نكتشف هالتلاعب؟ طبعا اكتشاف التلاعب هذا أول شيء فحص السيارة في الجهات الفحص أو في شركات الفحص السيارات، وعندك في خطوات الواحد لازم إنه يتبعها ويعرف ان السياره ملعوب فيها ولا مش ملعوب فيها. مثلا الحين يعني تقدر تشيك مثلا السياره مثلا موديل السنه او سوري موديل مثلا 3 سنين قبل، يقول لك والله السياره انا ما استخدمتها ماشي مثلا 6000 كيلو او 7000 كيلو، مش معقول يعني ان السياره شارنها انت 3 سنوات ومشيتها هالمسافه الكيلومتر. ففي أشياء مثلاً تفحص فيها السيارة، تشيك مثلاً الداشبورد عدال الكيلومترات، إذا هل هو مفتوح من قبل ولا مش مفتوح. عندك يا طويل العمر مثلاً من الفحص تشوف مثلاً دوسة البنزين، دوسة البريك، إذا مثلاً متآكلة معناته السيارة مستخدمة كثير مش متآكلة. زايد هذا عندك مثلاً فحص التواير، استهلاك التاير يبين عليه الممشى السيارة. عندنا بعد يا طويلة العمر ناخذ رح مثلا رقم الشاصي ونوديه نعطيه شركة الوكالة ويفحصون، نعطيهم رقم الشاصي وهم يكون عندهم الهيستوري مال السيارة ويطلع الرقم الصحيح. طبعا اكيد هي يطلع الرقم الصحيح. واصلا حاليا بعد في شركات فحص السيارات وتسجيل السيارات نزلوا عندهم النظام اللي هو يدخل كيلومتر السيارة. فأنت حين السنة اللي طافت جددت مثلا ماشي 20 ألف، السنة هذه بتكون ماشي 30، فإذا أنت مثلا مشيت هي بتكون أكثر لأن في سنة كاملة تقريبا يعني. صح. فإذا كان الرقم غلط يعني تصير مساءلات يعني عليه. أنزين بالنسبة فحص الميكانيكي. تفضل. تفضلي. الأخطاء يعني الشائعة اللي يقع فيها المشترين خلال هالفترة اللي يأخذون سيارات مستعملة، شو الأخطاء؟ الأخطاء أول شيء هو يشوف السيارة يقول هذه أحلى سيارة لأنه في خاطر السيارة. والجماعة مثلاً إحنا ما نقول السوق كله في سيارات ما مثلاً لاعبين في عدادها ولا غيرها، في يعني يعتمد سمعة المعرض أو سمعة الشخص اللي قاعد يبيع للسيارة. وإحنا
يفحصها يعني الفحص العادي يعني يشوف ال صحيح. زين أبعرف إذا في عيوب في السيارات المستعملة ما نقدر نكتشفها من خلال الفحص النظري أو حتى فحص الكمبيوتر، بما أنهم أكثر فحصين مهمين يعني في هذه العملية. هو أكيد طبعاً أنت في فحص الكمبيوتر بيطلع لك إذا السيارة ملعوب في كمبيوترها ولا في أشياء مثلاً فيها مشاكل فنية طالعة في السيارة، بيطلع لك أكيد فحص الكمبيوتر. والفحص النظري طبعا اللي هو الميكانيكي لازم يفحص السيارة، ومثلا يشيك على ضغط الماكينة، يشيك مثلا على في قطع كثير استهلاكية في السيارة. فتقريبا كل السيارات المستعملة لازم الواحد ينتبه لها القطع الاستهلاكية. مثل شو هاي القطع لو تشرح لنا بتفصيل؟ يعني مثلا عندك مثلا الصفايف، البريكات، الاي بي اس، هذه كلها اشياء تستهلك. مثلا الضغط الماكينه اذا السياره مستهلكه كثير الضغط الماكينه يبدا ينزل. مثلا الفلاتر، فلاتر الهواء، فلاتر البترول، الفيول بامب، هالاشياء كلها تضعف مع قدم السياره من تستهلك السياره طبعا تنزل كفاءتها. نعم فعلا، فهالاشياء طبعا الواحد يشيك عليها دائما. صحيح. طبعا الاستاذ منصور السويدي كل الشكر الجزيل لك على تواجدك معنا اليوم في مساء الامارات. الله الله وان شاء الله لنا لقاءات مستقبليه باذن الله. شكرا كل الشكر لك، يعطيك العافيه. ان شاء الله، ان شاء الله، الله يحفظكم، حياكم الله. شكرا لك. شكرا.